عائلات حرز الله هي الأفضل. أو كل عام وانتو بخير يا أحبابنا، ويا مرحبا بضيوفنا الليلي بعيد، يا مرحبا بضيوفنا الليلي بعيد، يا مرحبا أبو الوزير مبروك يومنا الليلي بعيد، يا أحمد يا دولي دولي، اه كل الدولي معانا الليله، الدولي تاعتنا اهلنا يعني. الحفل جميل بهالطياب اللي لفوا، الحفل جميل بالنشام اللي لبوا من حولنا شبه النصور يرفرف، قال يا مرحبا برجالنا أهل الوفا، أهلا وسهلا باللي صار وشرب، أهلا وسهلا اللي صاروك شعرب، أهلا وسهلا آه شباب صاروك شعرب، أهلا وسهلا اللي صاروك شعرب، أهلا وسهلا أهلا وسهلا فراتو اللي صاروك شعرب، حنا تراب بلادنا أخداتنا راسي والله، حنا تراب بلادنا أخداتنا، غالي علينا بالرموش اللي بلمو، ورثة أبونا وجدنا لولادنا هيك استلمنا وهيك بدنا نسلمه، وولادنا بيسلموا لحفادنا، وهيك الوطن من بعدنا ما منعدمه، ولما النبي شاهد تراب بلادنا وقد قالي إلا بالتراب تيمم، وقد قالي إلا اللهم صل على النبي قد قالي إلا بالتراب تيمم، قد قالي إلا بالتراب تيمم، دايه أنا بين الوعي ولا وعي، دايه أنا بين الوعي ولا وعي، وبين الكلام المنطقي واللعلعي، ما بين شاعر مجتهد جد السعي واثق بحرفه بحضوره المعي، واللي بنادي عالجمل تعدعي،
أول قصيدي شاف حاله الأصمعي مين اللي ضدي بهالزمن مين المعي أو مين الصديق المحترم والمدعي أو ما كان فلسطين شي اسمه ججل لو لم تكن على الفن بصمة أصبع لو لم تكن والقرايب والحبايب والنسايب والعمام والإخوان والأصدقاء يا حي الله يوسف وين يوسف العريس جاهز بعدو الله يهنيهم اي عنكم يا حمامري ولا مرة سكن ولو عنكم يا ابو يوسف ولا مرة سكننا أحب يكون بزواياكم ولا سكننا احرقونا احرقونا وبالسماء ضروا سكننا اجعلونا كحل عيون الحراوة شوي شوي جميل وينه جميل ملك التي دي اي سامع ملك التي دي اي يلا يا جميل احنا بدنا نشوف الاكشن يا جميل